آخر مستجدات قضية الرئيس السابق لنقابة أعوان العدلية الحطاب بن عثمان. تفيد الأخبار بأنه الدائرة الجناحية لدى محكمة الاستئناف بتونس قضت بنقض الحكم الابتدائي القاضي بسجن الرئيس السابق لنقابة أعوان العدلية الحطاب بن عثمان مدة 3 أشهر والقضاء مجددا بعدم سماع الدعوى في حقه. وحسب المعطيات التي تحصلت عليها موزايك، فإن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كانت حالة الحطاب بن عثمان على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمحاكمته من أجل تهمة التوسط في بيع عقار بطرق مخالفة للقانون. لتقضي الدائرة المتعهدة بسجنه مدة 3 أشهر مع خطية مالية في حقه. وتولى بن عثمان استئناف الحكم الابتدائي لتقرر الدائرة الاستئنافية نقضه والحكم بعدم سماع الدعوى في حق الرئيس السابق لنقابة أعوان العدلية. في صفاقس تم فتح بحث من أجل محاولة القتل العمد ضد مهاجرين أحرقوا سيارة أمنية. فتح بحث تحقيقي من أجل محاولة القتل العمد ضد مجموعة من المهاجرين أصيلي إفريقيا جنوب الصحراء قاموا بإضرام النار في سيارة أمنية والاعتداء على أعوان أمن، حسب ما أكد المتحدث باسم المحكمة ووكيل الجمهورية لديها هشام بن عياد. بن عياد قال بأنه 4 أعوان أمن أصيبوا وتعرضوا لأضرار بدنية، من بينهم عون تجاوز مرحلة الخطر ويقيم بمستشفى الحبيب بورقيبة في صفاقس. وقال بأنه العملية الخطيرة وقعت وقت كانوا أعوان من الحرس الوطني بصدد أداء مهامهم في إطار التصدي للهجرة غير النظامية وإتلاف عدد من المراكب الحديدية بمنطقة لحميزية بالعامرة، أين وقع التهجم عليهم من قبل مجموعة كبيرة من أفارقة جنوب الصحراء. ووضح أنه عمليات كر وفر بين الوحدات الأمنية والمهاجرين وقعت فيما يتواصل البحث لتقديم المتورطين في عملية إضرام النار في السيارة الأمنية والاعتداء على أعوان الأمن وتمريرهم للعدالة. نذكروا بأنه صباح الجمعة 24 نوفمبر 2023 قام عدد من الأفارقة جنوب الصحراء حوالي 200 شخص تقريبا المتواجدين بغابات الزيتين بجهة العامرة وتحديدا منطقة لحميزية، قاموا باعتراض سيارة تابعة للحرس الوطني بجبنينة على متنها 3 أعوان وتم غلق الطريق أمامها باستعمال الحجارة والخشب مما تسبب في انقلابها وإصابة الأعوان إصابات متفاوتة الخطورة، ثم قاموا بإضرام النار فيها وتم نقل المصابين للمستشفى الجامعي لحبيب بورقيبة لتلقي الإسعافات، فيما تم فتح بحث تحقيقي في الموضوع حسب ما أكدته مصادر أمنية للغرض. وزير الداخلية كمال لفقي يشرف بمقر الوزارة الإيطالية بروما على لقاء مشترك ضم اللقاء هذا وزير الداخلية التونسي كمال لفقي ونظيره الإيطالي وأيضا الليبي عماد طرابلسي بحضور عدد من سامي إطارات وزارات داخلية الدول الثلاث المشاركة في هذا اللقاء. هذا اللقاء كان مناسبة لتأكيد متانة العلاقات التونسية الليبية والإيطالية على المستوى الرفيع للتنسيق القائم بين البلدين الثلاثة في المسائل ذات العلاقة بنشاط وزارات الداخلية، خاصة موضوع الهجرة النظامية وغير النظامية، وإبراز مدى تضافر الجهود المشتركة للحد من الآثار السلبية للهجرة غير النظامية قصد إيجاد الحلول العملية العاجلة في الإعادة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين المتواجدين ببلادنا وتثبيتهم بشكل دائم ببلدانهم الأصلية في إطار حلول تنموية. وتم على هامش هذا الاجتماع إجراء لقاء ثنائي
بين وزير الداخلية ونظيره الليبي، تم خلاله استعراض العلاقات الأخوية بين تونس وليبيا البلدين الشقيقين في مختلف مجالات اختصاص الوزارتين، خاصة المسائل المتعلقة بتنقل مواطني البلدين عبر المعابر المشتركة وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بحل الإشكاليات المطروحة، بالإضافة إلى موضوع المهاجرين غير النظاميين العابرين بطريقة غير قانونية لحدود البلدين والحلول المشتركة الممكن اتخاذها للحد من هذه الظاهرة وتجنب أثارها السلبية على البلدين الشقيقين. للإشارة وفي بقية الأخبار، نجد أن الجلسة العامة في البرلمان هذا اليوم صادقت على ميزانية وزارة الفلاحة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. اليوم صادقوا على هذه الميزانية ب 132 صوت نعم، 5 محتفظين و3 رافضين لهذه الميزانية. وزير الفلاحة طبعا كان حاضر في الجلسة العامة وحكى على ملفات فساد، وقال بأنه تمت إحالة عدد من الملفات إلى القضاء. فقال عبد المنعم بالعاتي وزير الفلاحة أن الوزارة قامت بتقديم عدد من ملفات الفساد إلى القضاء، وأكد خلال أجوبته على أسئلة النواب أن البلاد نخرها الفساد. وقال وزير الفلاحة في هذه الجلسة العامة، قال لا مجال لتواصل وجود الفاسدين في الإدارة، وأكد أن الوزارة ترسل بصفة دورية ملفات الفساد إلى القضاء. وأشار الوزير إلى وجود عمليات تواطؤ في عدة مواضيع داخل الإدارة، وشدد وزير الفلاحة على أن الدولة لا زالت تقوم بإنجاز عدد من السدود التي انطلق أعدادها، وأخرى برمجت إنجازها للتعامل مع التغيرات المناخية. النائب عماد أولاد جبريل يتحدث على وزير فلاحة سابق في الجلسة العامة اليوم بحضور وزير الفلاحة الحالي. عماد أولاد جبريل النائب في البرلمان يقول بأن تونس لم تضع استراتيجية واضحة للزراعة، خاصة تلك التي تتأقلم مع الوضع المناخي الجديد واحتياجات الأسواق العالمية. وطلب النائب من وزير الفلاحة إصلاح التشريعات الخاصة بالقطاع حتى تستطيع الوزارة النهوض بدورها الذي يندرج ضمن الأمن القومي للبلاد. وتساءل أولاد جبريل من جهة أخرى عن قطيع الأبقار اللي تقلص في السنوات الأخيرة، خاصة يقول في عهد وزير سابق اعتبر أن سياساته كانت كارثية وساهمت في تفقير الشعب التونسي حسب تعبيره.